مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. تطبيق الإنستغرام أضاف ميزة جديدة في الستوريات. قبل ما أبدي شرح الميزة، لا تنسون دعم قناتي باشتراك ولايك وتفعلون زر الإشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. الميزة الجديدة اللي أضافها تطبيق الإنستغرام خاصة في الستوري، بإمكانك الآن إنه تستخدم الكاميرا الأمامية والخلفية بتصوير الستوريات بنفس الوقت وتنشرها طبعاً. فخلي أشرح لكم هذه الميزة، وهذه الميزة فقط حصرية موجودة في الإنستغرام حالياً. لا في السناب ولا في الفيسبوك ولا في تيك توك، فقط في الانستغرام. فطبعا ميزة كلش حلوة، خلي اشرح لكم اياها من داخل الانستغرام. جاي راح ادخل على حسابي الانستغرام، وهذا حسابي dr_kjled123535. بعدها راح اروح على علامة الزائد عادية الشغلة الى هنا. بعدها راح اروح على الستوري، اكبس على الستوري، راح ياخذني هنا، اكبس على الكاميرا مثل ما تشاهدون، وراح يظهر عندي عادي ستوري عادي. لكن الشيء الجديد اللي اضافه التطبيق الانستغرام انه تكبس هنا بالاسفل راح تفتح عندك هذه الصفحه، هذول الخيارين. الخيار الاول نيو كاميرا، فاني اكبس عليها وراح تشاهدون انه فتحت الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه، فهسه الكاميرتين دا يشتغلون. فلو تاخذ ستوري راح تصور الاثنين وتقدر ترسلها. وشي جدا رائع انه هذه اول تطبيق من تواصل اجتماعي يخلي الكاميرتين سوا تشتغل مثل ما تشاهدون. هذا الستوري الان تقدر تصور به صورة، او تقدر ايضا تصور به فيديو. فيعني شي جدا رائع بالنسبة للتطبيق انستغرام. هذا اللي حبيت اشرح لكم اياه. كل شخص ما راح تظهر عنده هذه الميزه راح يروح على الستوري عادي، وراح ياخذ لقطه للشاشه مثل ما تشاهدون، وبعدها راح ياشر عليها الدائره وراح يحط عليها سهم هنا، وراح يروح على الرابط الدعم، راح تركب صندوق الوصف يتواصل وياهم ويقول لهم اني ما ظهرت عندي هذه الميزه. اتمنى استفاديتوا من الفيديو مالتي. لا تنسون دعم قناتي برلين بعيون عربيه باشتراك ولايك، وتفعلون زر الاشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها بالرسائل، أنا حاضر وشكرا لكم، مع ألف سلامة. قبل ما أنهي الفيديو حبيت فقط تشاهدون هذا الفيديو اللي راح يكون بصندوق الوصف، واحد من اثنين من النصب التذكارية اللي عملتها روسيا اللي كانت محتلة ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وراح تشاهدون كثير معلومات عنه إن شاء الله. فتشاهدون خصوصا نهاية الفيديو كلش حلو، المناظر كلش حلوة، صدقوني كأنها أني وصفتها كأنها مكان من الجنة يعني بدون تشابه، كلش حلو هذا الفيديو. أتمنى تشاهدوه ولا تنسون تدعموني بلايك واشتراك، وشكرا للجميع.